بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين. مرحبا بكل من التحق بقناة أم عبد الرحمن. الفيديو خاص بالثانية ثانوي شعبة آداب، اختبار الاستدراكي في مادة اللغة العربية. طبعا راح نختصر كل كومنتار اللي جاوني. مجرد أنك تدي المعدل في مادة اللغة العربية راح تكون في الثالثة ثانوي، يعني زي روحك ديرهم داخلين في مادة اللغة العربية، معدل فقط في مادة اللغة العربية راح يعدل لك المعدل السنوي، وتكون ان شاء الله في الامتحان، ان شاء الله تكون مش الامتحان، تكون في السنه الثالثه ثانوي بكالوريا. نبدا على بركه الله. قال ابن الانبار الاندلسي: ادرك بخيلك خير الله اندلسا، ان السبيل الى مناجاتها درسا، يا للجزيره اضحى اهلها جزرا، للحادثات وامس جدها تعيسا، وفي بلنسية منها وقرطبة ما ينسف النفس أو ينزف النفس نفسا، مدائن حلها الإشراك مبتسما، جذلان وارتحل الإيمان مبتسما، محا محاسنها طاغ أتيح له، ما نام عن هضمها حينا ولا نعسا، يا للمساجد عادت للعدا بيعا، وللنداء غدا أثناءها جرسا، كانت حدائق للأحداق مؤنقة، فصوح النظر من أدواحها وعسا، هذه وسائلها تدعوك عن كثبي، وأنت أفضل مرجو لمن ينسى، لهف عليها لاسترجاع فائتها، مدارسا للمثاني أصبحت دارسا. طبعا هنا الشعر متأثر بذهاب الأندلس إلى الأعداء. نذهب فائدة لغوية: الإشراك هو الإشراك بالله، وبيع هي كنائس، والنظر هو الجمال. البناء الفكري: إذا ما الحالة التي آلت إليها بلاد الأندلس؟ استدل على ذلك بعبارات من النص. ما العاطفة التي سيطرت على الشاعر؟ استخرج ما يدل على ذلك من النص. ما الغرض الشعري الذي ينتمي إليه النص؟ وحدد نمط النص، وأذكر مؤشرين لمؤشراته مع التمثيل من النص. طبعا الامتحان الاستدراكي ما عندهش فصل معين، ممكن ندير لك الفصل الاول، ممكن ندير لك الفصل الثاني، ممكن ندير لك الفصل الثالث، هذا راجع للاستاذ وماهوش الماده. الاسئله مش موحده، ممكن الاستاذ تاعك في نفس الثانويه الاستاذ تاعك تيدير موضوع والاستاذ الاخر يدير موضوع اخر، ما عليك الا انك تزير روحك ان شاء الله وتكون في الثانيه ثانوي الثالثه ثانوي باذن الله تعالى. نروح للاعراب. طبعا عندي هنايا الكلمات الموجود: ان السبيل، السبيلة، نعرف كلمة السبيلة، وكذلك مبتسمة، راها واضحة، لاخش ما قادرش نعاود نوريكم ها هي مبتسمة، وإن السبيلة، صاي، أيا نروح لبقية الأسئلة، أعرف ما تحته خط في النص، صاي، حدد القرائن اللغوية التي استخدمها الشاعر لتحقيق الاتساق التركيبي. واستخرج من البيت الثالث محسنا بديعيا وبين نوعه، وحدد الصورة البيانية في البيت الرابع، اشرحها وبين أثرها. إذا نرجع للقصيدة: استخرج من البيت الثالث محسنا بديعيا، البيت الثالث، إذا وفي بلنسية منها وقرطبة ما ينسف النفس أو ينزف النفس، واشتهي الصورة ما هو المحسن البديع الموجود ونبين نوعه. البيت الرابع نبين الصورة البيانية. الرابع: مدائن حلها الإشراك مبتسمة، جذلان وارتحل الإيمان مبتسمة. ما هي الصورة البيانية الموجودة في البيت الرابع؟ طبعا الآن الوضعية الإدماجية، تتحدث الوضعية الإدماجية عن الطبيعة. إذا الطبيعة كتاب عجيب مفتوح يجيب النظر ويجعل الأقلام تعبر عنه. المطلوب: اكتب فقرة من 10 أسطر تتحدث فيها عن جمال مناظر منطقتك، موظفا أسلوب اختصاص التصوير البياني والمحسنات البديعية، معتمدا النمط المناسب. ما يوظف يكتب بلون مغاير أو بسطر أو يسطر تحته. طبعا هذه إضافة، فقط إضافة الأستاذ، ممكن ما تجيش هذه الإضافة، ممكن ما تجيش هذه الأخيرة. نروح الآن للإجابة. توقف الفيديو وحوس تجاوب روحك، ومن بعد نقارن الحلول. والله إلا ماكش متمكن تبع معايا الفيديو للاخر وعاود حلها روحك. اذا السؤال: البناء الفكري، نروح الاجابه مباشره. البناء الفكري: اذا الحاله التي آلت اليها بلاد الاندلس هي السقوط والهوان والاستبداد من طرف المستعمر الاسباني، بعد ان كانت بلادا قائمه بذاتها معتزه بدين الاسلام.
طبعا هذا تعبير، هذا التعبير الخاص بالأستاذ، وبإمكانك أنك تعبر، المهم الفكرة تكون هي نفسها. استدل على ذلك بعبارة، استدل على ذلك بعبارة من نص: يا للجزيرة أضحى أهلها جزورا، مدائن حلها الإشراك، محاسينها طاغ، إلى غير ذلك. العاطفة التي سيطرت على الشعر هي عاطفة حزن، والأسى لما آلت إليه بلاد الأندلس. حتى التلميذ، حتى أنت عندما تقرأ هذه القصيدة ينتابك الحزن، إذا عاطفة حزن وأسى لما آلت إليه بلدان بلاد الأندلس. إذا نستخرج ما يدل على ذلك النص: ما ينسف النفس أو ينزف النفس، لهفي عليها إلى استرجاع فائتها، إلى غير ذلك. الآن الغرض الشعري الذي ينتمي إليه النص هو رثاء المدن والممالك. نمط النص هو وصفي وسردي، من مؤشراته مع التمثيل من النص وصف الأحداث التي حصلت باستعمال التصوير البياني والنعوت وسرد ما آلت إليه البلاد، بالاستناد إلى الإخبار ومزج الوقائع ومخاطبة العاطفة. مؤشراته مع التمثيل من النص وصف الأحداث التي حصلت، طبعا هذه الأسئلة دائما تجي، دائما تجي تتكرر، ماذا بك بحال تحفظ هذه الإجابات باش ما يصرالكش ان بلوكاج في الإجابة، تقدر تجاوب. من مؤشراته وصف الأحداث التي حصلت باستعمال التصوير البياني والنعوت وسرد ما آلت إليه البلاد، بالاستناد إلى الأخبار ومزج الوقائع ومخاطبة العاطفة. بالنسبة للبناء اللغوي، الآن الإعراب: إن أداة نصب وتوكيد، السبيل اسم، إن منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. القرائن اللغوية التي استخدمها الشاعر لتحقيق الاتساق التركيبي هي حروف العطف وواو العطف، إلى غير ذلك. طبعا مبتسمة هي حال منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، نسيت باش نكتبها، مبتسما هي حال. وش بقى لي أيضا؟ حروف الجر كذلك، في اللام من على إلى غير ذلك، وكذلك الضمائر المتصلة، مناجاتها، خيلك، حلها، إلى غير ذلك. المحسن البديع في البيت الثالث: ينسف ينزف، ونوعه جناس ناقص. ينسف ينزف، نوعه جناس ناقص. الصورة البيانية في البيت الرابع: حلها الإشراك مبتسمة، وارتحل الإيمان مبتسمة. كلاهما استعارة مكنية، حيث شبه الأمر المعنوي الإشراك الإيمان بالشيء المادي، وترك قرينة مانعة حل ارتحل، وأثرها تجسيد المعنى وتوضيح. طبعا دائما نحفظ هذه الأشياء، أثر الاستعارة المكنية هي تجسيد المعنى وتوضيحه. بالنسبة للوضعية الإدامجية، أسلوب التلميذ على نقطة، الالتزام بالموضوع نقطتين، توظيف المطلوب، الأسلوب النقطة، تصوير به النقطة، والمحسنات البديعية نقطة. إذا رح نقرأ الوضعية، لربما هي فقط أنا نجستها، ممكن تأخذها وتعتمد عليها. إذا خلق الله الطبيعة لتدل على روعة خلقه وإعجازه في الكون، في البحار والأنهار، وفيها الجبال والوديان، فيها الغابات والرمال، ومهما تجولنا فيها لا نستطيع حصر جمال إبداع الله. منطقتي منطقة جبلية، تريح النفس ويهدأ البال عند النزول بها، وآية من آيات الله للإنسان، تحس جبالها أوتادا، وتنشرح الروح بين غاباتها، غابات الصنوبر ناظرة الخضرة طيلة السنة، تغدو فيها أنواع الطيور، وتعيش فيها مختلف الحيوانات، فهي مرعا لنا ومتنفس لأبنائنا، وكنز نفتخر بوجوده، كانت بيوتا لمجاهد ثورتنا، وهي اليوم رئة ومصدر رزق للكثير منا. جبال منطقتي كالوسام تتلألأ عند نزول الثلج، فتسحر العين بثوبها الأبيض، وإنك لا تجدني أش مشتاقا لها كلما بعدت عنا. أعيد الفقرة حتى يتسنى لكم أخذها كمثال: خلق الله الطبيعة لتدل على روعة خلقه وإعجازه في الكون، فيها البحار والأنهار، وفيها الجبال والوديان، فيها الغابات والرمال، ومهما تجولنا فيها لا نستطيع حصر جمال إبداع الله. منطقتي منطقة جبلية، تريح النفس ويهدأ البال عند النزول بها، وآية من آيات الله للإنسان، تحس جبالها أوتادا، وتنشرح الروح بين غاباتها، غابات الصنوبر ناظرة الخضرة طيلة السنة، تغدو فيها أنواع الطيور، وتعيش فيها مختلف الحيوانات، فهي مرعى لنا ومتنفس لأبنائنا، وكنز نفتخر بوجوده، كانت
بيوتا لمجاهدي ثورتنا، وهي اليوم رئة ومصدر رزق للكثير منا. جبال منطقتي كالوسام تتلألأ عند نزول الثلج فتسحر العين بثوبها الأبيض، إنك لا تجدني مشتاقا لها كلما بعدت عنها. طبعا هذا تعبير حقيقي لمنطقتي، منطقة جبلية، وأنت عليك أن تعبر بما تجده في منطقتك. لم يبقى لي إلا أني أتمنى لكم التوفيق، وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى.